مشاهدين الكرام، والآن ننتقل إلى محافظة الإسماعيلية، حيث يحتفل مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة باليوبيل الفضي، وذلك مع دورة 25 التي من المقرر إقامتها في الفترة من 28 من فبراير وحتى 5 من مارس القادم، والذي يشارك فيه 121 فيلما من 62 دولة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلتنا ريهام فيكتور من محافظة الإسماعيلية. ريهام، التفاصيل لديك، تفضلي. تحياتي لك حور وتحياتي لجميع مشاهدينا الكرام. نحن الآن بالفعل من داخل قصر الثقافة بحي الشيخ زايد بالتحديد من مدينة السحر والجمال محافظة الإسماعيلية. نتابع معكم اليوبيل الفضي الخاص بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والأفلام القصيرة في دورته 25. هذا الفيلم الذي يعني برعاية أو يقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتالي حرصت وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني على التواجد اليوم الأول من هذا المهرجان في الافتتاحية وحضور الفعاليات الخاصة بهذا المهرجان، ويقام تحت رئاسة الناقد السينمائي الكبير عصام زكريا. أيضا هذا المهرجان يعني به عدد كبير من الأفلام كما ذكرت حور، تصل إلى 121 فيلما دوليا وعربيا من 62 دولة مختلفة حول العالم. يشارك هنا عدد كبير جدا من الحاضرين من يعني كبار صناع السينما من نقاد وكتاب وأيضا فنانين وكبار المخرجين والمنتجين على مستوى العالم من الجنسيات المختلفة. أيضا شارك عدد من الفنانين المصريين والأجانب داخل هذا المهرجان بالحضور. والجدير بالذكر أيضا أن كان هناك مشاركة واضحة من قبل قطاع إنتاج الوثائقية التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ اليوم الأول وقبل عدة أيام من بدء هذا المهرجان لمتابعة كافة كواليس المهرجان ونقلها إلى حضراتكم لحظة بلحظة. وصرحت الشركة المتحدة بمنح جائزة خاصة للفائز الأول من مسابقة الطلبة وإنتاج فيلم خاص بهم يعني، وعرض هذا الفيلم باسم الوثائقية على قناة أو شاشة الوثائقية، ومما يدل على حرص واهتمام الشركة المتحدة بكافة الكوادر الشبابية المصرية في شتى المجالات. دعونا أيضا يعني نتابع معكم عدد الأفلام التي يعني تتضمن هذا المهرجان. هناك 12 فيلما تسجيليا طويلا و20 فيلما تسجيليا قصيرا و20 فيلما روائيا، 17 فيلما خاصة بمسابقة الطلبة و18 مسابقة خاصة بالتحريك. هذه الأفلام التي تابعناها يعني على مدار المهرجان الذي من المقرر أن يستمر معنا حتى 5 من شهر مارس الحالي، ويعني هناك عدد كبير من الأفلام التي تم عرضها. تابعنا فيلم الأحمر وفيلم البديل، فيلم عربية ألماني، وأيضا كان هناك فيلما وعرضا خاصا للمخرج الكبير يسري نصر الله، وكان أيضا هناك ندوة خاصة بهذا الفيلم بالتحديد على هامش المهرجان أقيمت يومي أمس مساء. أيضا يعني كان هناك حضور كبير من قبل عدد من النقاد داخل الندوات الخاصة بالصحافة الفنية التي تابعناها مع حضراتكم، ويعني كما ذكرت هناك حضور كبير من كافة الجنسيات. هذا المهرجان وجميع المقيمين عليهم أصحاب الهدف الواحد من عرض ما يضيف ويتضمن الكثير ويضيف إلى مكانة المهرجان في أو على الصعيد للتنوع السينمائي للأفلام المشاركة، وأيضا يليق بمكانة مصر وريادتها فنيا وثقافيا على الصعيدين يعني الإقليمي والدولي. أيضا هذا المهرجان يعد من أعرق المهرجانات التي يعني موجودة معنا داخل العالم العربي، وقد يكون في الشرق الأوسط بالكامل. هو من أوائل المهرجانات التي يعني قامت بالتخصيص أو التخصص للأفلام الوثائقية والقصيرة، فيعني هذا المهرجان
المهرجان يعد بمثابة احتفالية كبيرة لنشأة هذا المهرجان وتاريخ هذا المهرجان الذي بدأت أول دورة له عام 1991 ميلاديا. هناك عدد كبير أيضا من العروض والورشات الخاصة يعني التي تقوم داخل هذا المهرجان، ورش عمل يعني مجانية لعدد كبير يعني من صناع السينما يقومون بإدارة هذه الورش، عدد خصيصا لجميع المهتمين بمجال السينما. أيضا هناك عرض خاص بمعرض للمخرج الكبير شادي عبد السلام، وقمنا بمتابعة هذا المعرض مع حضراتكم من خلال شاشة إكسترا نيوز، ورصدنا لحضراتكم جميع الصور الفوتوغرافية الموجودة داخل هذا المعرض الذي قام بتصوير هذه الصور المصور الكبير الفوتوغرافي محمد بكر. أيضا يعني كان هناك عدد من التكريمات التي حصدها هذا المهرجان، من أبرز هذه التكريمات هو تكريم المخرج الأمريكي ستيف جيمس، وكان هناك ندوة أعدت خصيصا لهذا التكريم على هامش المهرجان، يعني قدم هذه الندوة أو قام بإدارتها الكاتب والناقد الكبير مراد عثمان، وكان هناك أيضا ندوة أخرى خاصة بتكريم الفنانة الكبيرة والقديرة سلوى محمد علي، وكان يدير هذه الندوة الكاتب والناقد الكبير محمد نبيل، وأيضا كان هناك عدد من التكريمات الأخرى مثل تكريم الناقد المخرج عفوا الفلسطيني المهدي فليفل. العديد من الفعاليات الأخرى نتابعها معكم على هامش المهرجان على مدار الساعة، لكن الآن دعونا نعود إليك حور من جديد في الاستوديو. جزيل الشكر لك الزميلة العزيزة ريهام فيكتور، كنت معنا من الإسماعيلية، شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة الوفية.